الهدف الثاني للمنتخب النيجيري. كايودي يسجل الثاني ويرقص فرحا على الطريقة الأفريقية، وبالتالي المنتخب النيجيري يسجل هدف ثاني للمنتخب النيجيري بعد استغلال كرة كايودي. جاءت الكرة من خلف المدافعين، مر وتقدم بكرة إلى الأمام وحط كرة، لم يستطع عبد الله السيري أن يبعد الكرة الماضية، وبالتالي هدف ثاني لمصلحة المنتخب النيجيري. هدف ثاني لكايودي، لاعب البديل. هدف ثاني لكايودي.